اسعد الله صباحك بكل خير الاخ اسحاق عوبل، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عم. فين كنت تشتغل مع نزول البريق من فوق؟ والله في اليوم كنا نشتغل في الملعب بالرون هذا. ايوه بالرون، ثم نزلنا السفاري الى عندنا كنا من الطريق. من الطريق ايوه، هو من فوق يعني، من فوق يعني مع المطر، ونزل مع المطر الساعه 12 ونص. الساعه 12 12 ونص ايوه. ايش ال سلم الله يعني، وصل البكرين ضربه يعني في القاعده عقل جنزير. هذه ضربه طبعا في قاعده البكرين عقل جنزير نزلت للصباح. او 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 الحمد لله على السلامه ان شاء الله. وسلم الله، الله يسلمك. طبعا السائق يوجد فيه جرح في ساقه، والبوكلين حصل له ضربة بالجنزير الجهة الشمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير وصبحكم الله بالرضا والنعيم. طبعا شاهدوا إلى هذه المنطقة، قد نزل بريق في مساء يوم أمس الساعة 12 طبعا مع المطر، وهو بريق كبير جدا هنا في جوار جبل فؤاد. نزل في السيلة لما وصل رون محامر. حيث أن البوكلين طبعا قد كان يشتغل بالرون، والحمد لله سلامة. طبعا البوكلين قد راح من الرون لمكان آخر، أو هناك في جانب البابور. في شعبة راس الضلع على كل حال. طبعا شاهدوا هذا بريق كبير جدا نزل أمس الساعة 12 مع المطر. طبعا هذه كلها طبعا مخلفات الدركسل اللي قد أخرجها بالبخاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الآن بوكلين في جانبه كومبوريشن يعملان بالتابيط في الطريق مقابل تبة المهداء، والدركتل الكبير الآن هو في جانب التبة. هذا هو البوكلين وهذه مخلفاته من الصباح حتى الآن الساعة 10:30، حيث أنه يعمل هنا بقص الجانب للطريق هنا في مقابل رون محامر.
وباتجاه الخندق. طبعا الان قد انتهى من هذا المكان. طريق منطقة السحاح، هذا البوكلين ما زال يعمل بتصفية الجانب بعد التفجيرات.